أخبار جديدة وهامة للشعب العراقي. يرجى متابعة الفيديو إلى النهاية لأنه يحتوي على أخبار كثيرة ومهمة جدا. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. المرور العام لا حل لزحامات بغداد من دون تفاوض دوام الموظفين. مدير الإعلام والعلاقات في المرور العام حيدر الغراوي، المديرية وضعت خطة لتسقيط بعض المركبات وبتوجيه من رئيس الوزراء الغراوي. عملت أمانة بغداد على فتح بعض الشوارع المغلقة كساحة الوثبة وأخرى كانت مغلقة في جانبي الكرخ والرصافة لدواع أمنية. الغراوي: أصدرنا بيانا بمنع دخول مركبات الأحمال الثقيلة إلى الأحياء السكنية بين العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا. وزارة التجارة تكشف عن إجراءاتها لتلبية حاجة المواطنين من المواد الغذائية. وزارة التجارة: سنسرع في العقود لشراء الرز والسكر وزيت الطعام والطحين. وزارة التجارة: التنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بمتابعة حركة السوق منذ ارتفاع سعر الدولار. وزارة التجارة معنيون بالسياسة التجارية من خلال إصدار إجازات الاستيراد للتجار ورجال الأعمال والموردين. وزارة التجارة: صندوق لدعم التصدير يقدم للمصدرين العراقيين مساعدات مالية أو قروضاً. مستشار رئيس الوزراء: فرض الضرائب على الرواتب مؤقت. وزارة التربية: أسئلة امتحانات نصف السنة ستكون من مدرس المادة مثل كل سنة. وزارة التربية: الامتحانات ستجرى داخل المدارس مع وضع إجراءات الوقاية. وزارة التربية: خيارات وضع جداول الامتحانات تركت لإدارة المدارس بحسب ظروف كل مدرسة. وزارة التربية: امتحانات الصفوف الأربعة الأولى من مرحلة الابتدائية ستكون شفوية، بينما مرحلتا الخامس والسادس الابتدائي ستكونان تحريريتان. مجلس النواب يحدد الجلسة المقبلة موعدا لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بطلب من النائب يوسف الكلابي. رئيس الجمهورية: خلال استقباله اللجنة المالية النيابية يجب إقرار الموازنة بما يضمن مصالح العراقيين. الآن اللجنة المالية النيابية تستضيف ديوان الرقابة الاتحادي وديوان الرقابة في إقليم كردستان لمراجعة جميع البيانات ضمن اجتماعات مناقشة موازنة 2021. المالية النيابية: لم نتحيز في عملنا لأي جهة أو قطاع أو شريحة في الموازنة. وزارة الصحة: مجلس الوزراء قرر الإعاز إلى وزارة المالية بصرف رواتب المقيمين الدوريين والذين تم تعيينهم عام 2020. المتحدث باسم مجلس الوزراء: مجلس الوزراء قرر إلزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي. ناظم أكد أن مجلس الوزراء شدد على منع التجمعات والمناسبات التي يتحشد فيها المواطنون. المتحدث باسم رئيس الوزراء: الموازنة قيد التدارس والنقاش في مجلس النواب. الأنواء الجوية: هطول الأمطار ابتداء من يوم الجمعة المقبلة. الأنواء الجوية: البلاد تتأثر بالمنخفض الجوي الناتج من اندماج منخفضي البحر الأحمر والبحر المتوسط. تم صرف راتب المعين المتفرغ لمصرفي الرشيد وآشور. نص قرار مجلس الوزراء بشأن رواتب الأطباء المعينين في 2020: قيام وزارة المالية بتخويل وزارة الصحة بصرف رواتب الأطباء المعينين في عام 2020 من أبواب وزارة الصحة الأخرى أو من أبواب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على ألا تزيد نسبة المصروف عن 1.12 من المصروف الكلي للدولة. اللجنة المالية النيابية: تخفيض تخصيصات الرئاسات الثلاث في موازنة 2021. المتحدث باسم وزارة التربية: الأسبوع المقبل ستصدر مديرية التقويم والامتحانات الكتب التفصيلية عن إجراء وآليات الامتحانات.
الامتحانات ستجرى ضمن الضوابط الطبيعية. الامتحانات أجلت إلى يوم 20 من الشهر الحالي لإتاحة الفرصة أمام التلاميذ والمدارس. عضو اللجنة المالية صادق مدلول: سيتم إضافة حشد الدفاع على هيئة الحشد الشعبي بعد اختيار المعايير من قبل الهيئة وزيادة التخصيصات المالية. اللجنة المالية تعلن تضمين التخصيص المالي للمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021. عضو اللجنة صادق مدلول: سنسعى لإنصاف المشمولين من خلال تثبيتهم في مختلف الوزارات حسب الاستحقاق والنقاط.